كل واحد منا له حياته الخاصة، استقلاليته الخاصة ضمن أسرته، لكن لما نتحول لموضوع اختيار الشريك وتأسيس الأسرة، هون الموضوع بقى بيختلف، في معايير وأسس تختلف عن إنه أنت شخصية مستقلة أو هو شخصية مستقلة. هون في مشاركة بالحياة على مدار فينا نقول 24 ساعة، قديش فينا نحافظ على هاي الخصوصية. وبالآونة الأخيرة عم نسمع مثلا بنسب طلاق كتير هائلة، سابقا ما كنا نسمع فيها قديش في انسجام بين الشريكين ولا لا. يمكن الحياة اختلفت وطريقة نظرة حتى الناس للعلاقات الاجتماعية ولا علاقة الأسرة بالذات صحيح. اختلفت. في قصص كتير بنقول عن مجتمعنا ما كانت موجودة هلأ عم نشوفها موجودة. زمان كانت تقلك البنت بتطلع من بيت أهلها على بيت جوزها، من بيت جوزها على القبر، هيك المفروض. ما المفروض يكون حتى عندها حرية التفكير أو الاختيار أنه أنا ممكن أسس علاقة، هالعلاقة ما تكون ناجحة، فطبيعي أنه أنا وقفة لحتى ما ساهم بأسرة ممكن تكون أسرة بالعكس في منا أبناء غير جيدين في المجتمع إذا كان أساسهم غير سوي. فبالتالي العلاقة الزوجية هي أساس العلاقات الأولى طبعا بالمجتمع. كيف ممكن تكون هاي العلاقة ناجحة؟ كيف ممكن نحول الاختلاف اللي موجود بين كل شخص والتاني ضمن هاي العلاقة لا تكون توافق، نكمل بعض ولا واحد فينا يمحي التاني، بالعكس نحاول يكون في بيناتنا دائما علاقة سليمة. كل هاي التفاصيل وغيرها وبالأخص مفهوم يجب أن يكون معمم في مجتمعنا اللي هي الاستشارة قبل الزواج، هو للأسف ما أنا موجود حتى الآن بمجتمعنا. رح نتعرف على كل هالتفاصيل مع ضيفتنا رهف تسابحجي، استشارية أسرية. أهلا وسهلا ويسعد صباحك. صباح الخير يا حلا. يسعد صباحك. اليوم موضوع كتير مهم حساس، يعني هيك دقينا على الوتر مثل ما بنقول. خلينا نحكي بالآونة الأخيرة عم نسمع بنسب طلاق هائلة وكبيرة، بسمعي مثلا أنه تزوجوا بعد شهرين تطلقوا، بعد سنة ما كنا نسمع أنه لسه ما لحقوا يشوفوا بعض أو ينسجموا أو لكل واحد يفهم طبيعة الآخر. ومثل ما حكينا ببداية حديثنا، نحن بمجتمعاتنا العربية ما عندنا هي الثقافة استشارة زوجية أو استشارة ما قبل الزواج، أو ممكن حدا يكون بيناتنا نشرح له كل مشاكلنا أو تفاصيلنا، لا، لأنه بتعرفي البيوت أسرع. فشو السبب الرئيسي لزيادة نسبة الطلاق اليوم؟ تركي شو بدك فيه؟ النسوان ما بتنعطى وش؟ لا تعطيها؟ كثير أوقات بنسمع هاي الكلمات. الزوجين أوقات بصير عندهم مشاكل، فهن عندهم إحدى الخيارات، إما بيكتبوها جواتهم وبيجمعوا بيجمعوا 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 بعدين بقى بينفجروا وبينشروا غسيلهم نوصيخ للأسف. يعني بيقولوا إنه بالبداية لا ما بصير نحكي، ما بصير نحكي مع حدا، هدول أسرار، لكن آخر شيء ما تلاقيهم غير مفجروا وطلع كل شيء معبى جواتهم. والخيار الثاني اللي هو إما بيسأل رفقاته أو هي بتسأل رفقاتها أو الأقارب أو الأهل. وكل واحد بيعطيهم بقى هون المساحة الأكبر. صحيح. تمام، كل واحد بيعطيه من خبراته بقى، كل واحد على أحكي لك. فهون بقى بتبلش المشاكل، لأنه كل مشكلة وإلى حل المختلف. صح. ما بصير نحن نعمم وهالشغلات كمان، والتجارب الخاصة تختلف، ما حدا يقول هي تجربتي، ما حدا يعطي تجربته للآخر. أبداً. مختلفة 100%. خلي كل حدا يعيش حالته. تمام. صحيح. كل حالة وإلى تجربتها وإلى حلها وإلى مشكلتها، وهذا الشيء اللي عم نشوفه على الجروبات تبع النسوان على الفيس، يعني شيء مو طبيعي. يعني واحدة بتحط مشكلتها وبتلاقي تقريبا شيء 3000 تعليق، وشيء ما له علاقة وشيء بيقلها. يعني تشوف، يعني لما بقراهم بيجعني راسي. يعني معقول هالعالم انه هيك وصلاني لهالمرحلة؟ طب يعني معقول وحدة تسأل، يعني انه طب تسأل، يعني بدنا شيء 30,000 كومنت او تعليق. يعني انت وين رايحة؟ وين عم تسألوا؟ لا، والناس تتفاعل بهدول القصص بطريقة غريبة عجيبة. كمان الكارثة الثانية بتتفاعل وبتنفعل، أحيانا بتصير هي حالة تنمر ممكن تبهدلها صح، وبتأجج المواقف أكثر. يعني ما حدا بتكون أوقات عم تحكي مشكلتها، بتكون مشكلة صغيرة نتيجة هالتعليقات لأي تأججت أو نتيجة أوقات الآراء المختلفة يلي بتسمعها من رفقات الأهل. أوقات الأهل بيملوا، لا عاد حدا يحكي لنا، روحوا حلوا مشاكلكم لحالكم. أو اختي خلص سجية، يعني معلش، يعني حياتنا تمرق، يعني شو بدنا نسوي، كلياتنا على هالطريق، يعني ما تفكري يعني في حدا مرتاح. هدول الكلمات ما بيحلوا مشاكل. طبعا كثير مهم انه لما الوحدة، وهي كمان حنحكي من قبل الزواج واثناء الفترة الأولى من الزواج، هون أكثر شيء أول سنة بتصير مشاكل كثيرة. ليش؟ لأنه بالأساس ما بيكونوا مؤهلين،
طب شو يعني تأهيل زواج؟ تأهيل زواج إنه كل واحد يتعرف على نمط الآخر بطريقة صحيحة، مو بالطريقة اللي بيكون هو بحالة حب وغرام ويعدوم عم يشوف الشيء اللي هو بده يشوفه. يعني حتى الآخر لو لما أوقات بيأرجيه جانب سلبي، لكن بهاي الفترة ما بيشوف شيء. طيب أوقات كتير كمان من بعض المشاكل إنه كل واحد بيفتح بقى كل أوراقه دغري. هاي قصة كمان فتح الأوراق هاي خطيرة جدا. يعني أوقات الواحد بيقول يلا بدي ارتاح وفضفض وكذا، بس لكن لما الإنسان يفتح أوراقه هون يعني ما بتكون صحيحة. طبعا كل شيء له وقته، كل شيء له بنسب معينة. حتى أوقات مثلا مرة ما بصير تحكي للرجل بالبداية بيسمع 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 بعدين بدي خلقه، فهي كمان مشكلة. وأوقات كمان الرجل بيجي مضغوط، تجي لما هي تحكي له مشاكلها أو شو اللي صاير أو صاير شيء بيناتهم، تتأجج المواقف بصير خناقات أكثر. طيب معناتها من البداية لما بصير تأهيل للزواج، لما البنت هي ومخطوبة تتعرف على شخصيات، تعرف على شو في أنماط شخصية، كيف كل شخصية وخاصة الشخصيات الذكورية تختلف عن الإناث. الأنثى طريقة تفكيرها، طريقة شخصيتها مختلفة تماما. فنحن ما بنحسن نقول نعمم، يعني نحط أوكي في نمط شخصية معين فهي بتشتغل هون، لا كل واحد له طريقة. والأنثى عاطفية، بنعرف قديش الرجل يختلف. يعني الأنثى عاطفية 80% الرجل 20%، فالموازنة صعبة جدا. ولا يعني ما فيك تقولي مثل بعض، صحيح. مستحيل. صحيح. فهون بقى لما ببلشوا بتهيئوا إنه لما الوحدة تعرف شو في أنماط رجال، كيف كل شغلة بتصير كيف تتعامل معها، كيف مثلا ما تتعامل مع المشاكل، شو الأشياء يلي لازم قديش تعطي مساحة لحياتها الشخصية وقديش تعطي مساحة لحياتها الزوجية كمان. هون لازم يكون في توازن، لأنه أوقات كتير البنت لما بتتزوج فبتعطي كل المساحة للعلاقة الزوجية فبتنصدم، لأنه بتلاقي الشخص الآخر الطرف الآخر هو ما عم يعطي كل هالقد، فهي بتفكر أنه لا معناته هو ما عاد حبني، ما عاد بده ياني، ما كذا، كل هدول بلش بقى بتصير المشاكل بالسنة الأولى. النقطة المهمة إنه بالفترة الأولى وبالسنة الأولى إذا ما نحلوا هدول المشاكل، يعني صار في تراكمات لدرجة إنه عم نشوف إنه الأشخاص لما عم تكبر أو عم يكبر أولادهم عم ينفصلوا. يعني بيكون صلهم 40 سنة متزوجين أو 30 سنة أو حتى أكثر تلاقيهم انفصلوا. معقول يعني بعد هالعمر تقول لك أنا عم بستنى الوقت المناسب إنه أولادي يكبروا خلاص أنا ما عاد فيني، وهو كمان بنفس الوقت أوقات أنا عم بتحمل أتحمل بس أنا ما عاد فيني. هلأ الرجل أوقات كتير بيهرب، أما الأنثى لا صعب. ما بتحسن. لذلك كتير مهم لما ببلش يكون في علاقة صحيحة، لما يكون في استشارات، هون دور الاستشاري الأسري. استشارات الأسرية لما بيجينا حالة إحنا أول شيء بنحللها، بنشوف كل شخص حسب شخصيته، حسب شخصية الآخر، شو الشغلات يلي هو بيحبها ما بيحبها، شغلات يلي بيكرهها، كيف منعالج كل موضوع. أوقات مندخل لجذور العلاقة الزوجية، ما بصير نحكي يعني بشكل سطحي، لأنه أوقات في شغلات يعني لما نبلش نعطيهم يعني بيكون خلص مقررين إنه هن ينفصلوا، بلش بعدين نعطيهم بعض الأفكار بتلاقي بلشوا والله حياتنا بلشت تتحسن. يعني وكان في كتير اختلافات، كان في كتير مشاكل، شوي شوي بلشت تختلف. طيب هلا اوقات كتير في عالم بتقلك انا ما يعني مين يعني خاف احكي، بركي ما كان هذا الشخص ثقه، بركي فكتير هدول الامور. هلا لذلك هلا عم يكون بدل ما انت تكتبي بوست على جروب ويصير بقى مليون زلمه يدرى فيها، لا فيك هلا في استشارات اونلاين. هلا انا كثير تجيني استشارات اونلاين عن طريق التطبيق تبعي، عن طريق صفحه الفيس. فاوقات طبعا في شغلات بدها شرح اكثر، بدها استشاره أكيد. خاصه اكيد، وخصوصا بهالمواضيع دائما الخصوصيه جدا تمام. مهمه تمام. يمكن صعوبه عمل الاستشاري الاسري مثل صعوبه الطبيب النفسي، لانه أكيد. الناس لسه بتخاف من هذا المفهوم، ما كثير متقبله انه هي تروح وتحكي عن نفسها. يعني نحن سهل نقول راسي عم يوجعني، ايدي عم توجعني قدام الدكتور، هاي شيء بسيطه جدا، اما انه انا احكي شو صاير معي من جوا الناس بتخاف منها للاسف، وبالتالي عم نشوف هاي المشاكل والظواهر الاجتماعيه عم بتزيد. اليوم ايمت مهم الذهاب للاستشاري الاسري بقدر ما يعني بقول انا فات الاوان ولا لا؟ يعني اذا ما قدرت تروح قبل الزواج بعد الزواج بقد ايه؟ في ناس مثلا بتقول لك خلص اللي صار صار، يعني هلا ما عاد
يلا حسن الختام ما عاد بقيان شيء، ما انا محرزه يعني. تمام. باي وقت باي وقت بحس انه لازم انه هو يروح، وطبعا كل ما كان بفترات يعني على بكير مبكرة اكثر، فهون بقى بصير الحل المشكله اسرع، ما بيعد تاخذ وقت. اما علاج العلاقات الزوجيه فاوقات كثير بتلاحظي انه الاشخاص لما بصير عندها حاله عقم بتروح على مليون دكتور بتحاول تعالج هذا الموضوع. طيب العلاقه الزوجيه هي مهمه جدا، اذا نحن ما عالجناها من البدايه بطرق صحيحه فبصير بتتازم اكثر. لذلك اول ما بحس انه في صار في عنا اي مشكله ولو كانت بسيطه نبلش، لا نبلش بقصص صحيحه. حتى لو كبروا، حتى لو صار عندهم اولاد واحفاد، فاوقات حلو كثير انه الواحد يستشير. هلا اوقات بيقول خلاص وما في مجال وجربت كل الطرق، لكن لما بيجوا على الاستشاره بيطلع في طرق كثير يعني انتوا ليش. هلا الاكثر النساء بتحب هذا الموضوع اكثر من الرجال، الرجل بضل متحفظ على هالموضوع. هلا من فتره حطيت بوست انه اذا انت دريتي انه زوجك عم يروح عند استشاري اسري، او انت دريت اذا زوجتك عم تروح عند استشاري اسري، شو بيكون الموقع؟ كثير من النساء انبسطوا من هذا الموضوع. هلا الرجال لسه بتضل متحفظ، صحيح. بس احسن ما تروح تحكي لرفيقتها وتحكي لفلان وتحكي لعلان، لا خليها تحكي ل يكون حدا مختص حيادي كمان، حيادي ما له طرف بالموضوع. تمام. والنقطه الثانيه كمان لما بيجينا مثلا ازواج مع بعضهم، فدائما انا بفضل انه اشوف كل واحد لحال بالبدايه، تمام، مشان ما يصير في مشاحنات وخناق. يعني هون بقى المشكله بتلاقي انه بعرف. بس خلينا استاذه رهف نركز على نقطه كثير مهمه، من خلال الاستشارات من حضرتك، نحن مجتمع عربي شرقي عاطفي، لهيك مشاكلنا بتلاقيها هي تقريبا متشابهه، افكارنا متشابهه. شو اكثر المشاكل اللي بتجيكم استشاري يعني ضمن استشاره الزواج؟ يعني بعتقد هي بتكون مشتركه عند الكل لانه نحن مجتمع واحد بالاخير. هلا اكثر شغلات اللي عم تصير هي بالفتره الاولى عدم الاهتمام من الطرف الاخر، يعني دائما الانثى بتحس انه هي بتتوقع شيء من الزواج، ولما بتبلش تلاقي انه ما في هالاهتمام الكبير يلي يعني بتلاقي الرجل بيعطيها، يعني انعطى 30% بيكون كثير ممتاز، فهي مفكره لا لازم 100% يكون الي، فهون بتبلش هاي المشكله. وبعد فتره قصص بقى الخيانات، تلاقي انه الرجل خلص داء خلقه مل، ما عاد في حياه روتينيه، اوقات كثير في منهم في قسم كبير بحب التجديد، فاذا المراه ما عم تعرف كيف تجدد له بطريقه صح، هي اهم نقطه، انه بطريقه صحيحه وبالشيء اللي هو بباله، فهون بقى بتصير هي المشاكل. انا بعتقد بسبب الغلاء المعيشي نسبه الخيانات قلت ما عاد في على دوب عن طريق السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بتلعب دور سلبي، يعني حتى السيده لما تقول انه الزوج حيهتم فيها 100% للاسف لانه متاثره بالانستا للناس الكوبلات، عم تشوف العالم تشوف الصور وهي بتظهر لك 1% من حياتهم. بدي احكي عن مفهوم، يعني بما انه حكيتي عن السوشيال ميديا صرنا عم نشوف انه خيانات السوشيال ميديا، صح. يعني هلا اكثر من مره سمعتها حتى ببرامج اخرى، صحيح. ببلدان اخرى يمكن حتى يمكن طريقه استخدام السوشيال ميديا عندهم بتختلف عنا، ولكن ايضا مجتمعات عربيه انه ممكن هو يكون قاعد جنبها ال 24 ساعه وهي شايفته بس هو على الانترنت مع حدا ثاني، صحيح. وحتى انه بلشوا مثلا بالالعاب، الالعاب الجيم اللي كانت تطلع انه اذا هو بيدخل الشريك بنت معه معناته هل هي خيانه؟ يعني وصلت المرحلة لحتى يدققوا بهي التفاصيل، صحيح. قد في شغلات دخلت على مجتمعنا ما أنا أصيلة غيرت شكل العلاقة وصار في هذا الازدواج بالمعايير، يعني أنا بقبل هذا الشيء أعمله أنا خارق قدام الناس بس ببيتي أنا ما بقبل فيه، وهو شيء يعني صار موجود، صحيح. هلا التكنولوجي في لها جانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي. الأشخاص لما تستخدم الجانب السلبي فهون مشكلة، أما لما نستخدمها بطريقة إيجابية، يعني هلا مثلا من طريق الاستشارات بتكون أونلاين، فهذا الشيء بيريع. هالشيء أوقات بالفترة الأولى ممكن الواحد ما يفصح عن اسمه، ما يفصح عن مين هو، فهذا الشيء ممكن يريحه لأنه أوقات كثير بخافوا لما يجوا، يعني إنه تتقبلني أو ما تتقبلني أو كذا، فهون بقى من وراء الشاشة أو من وراء الموبايل، ممكن يكون عن طريق كتابة نصية، استشارة نصية أو استشارة لايف، ممكن صوت، ممكن صوت وصورة حسب يعني. فهون بقى الأشخاص لاقيهم لا
بلشت بقى تتقبل هذا الموضوع شوي شوي بلش بترتاح فتبلش بتحكي. لما تبلش بتحكي اول شيء في ناس يعني اجتني عده استشارات في وحده من كثر ما لها ضغطه 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 ومعبيه وصلى تقريبا 20 سنه ما عم تحكي كل فتره بتروح على المشفى بحاله انهيار كامل بتضل لها شيء اسبوع بالمشفى اسبوعين ثلاثه وهي بنوب رايحه فيها على الادويه فقديش هذا الشيء يعني عم يسبب حالات طب نصيحه اخيره لانه وقتنا خلص لكل الكوبلات الجداد فعليا ممكن تاثر ببدايه زواجه هلا كل واحد قبل ما يتزوج في يتعرف من خلال ممكن نحن كمان عم نسوي دورات هلا على جديد حنعمل حنفتتح انه كيفيه تاهيل الزواج بطريقه صحيحه وكمان ممكن من خلال الاستشارات انه كل حدا نحكي له عن الطرف الاخر كيف يتعامل معه شو لازم يعمل شو لازم يساوي كيف لما تصير في مشاكل وبالفتره الاولى كمان لما يصير اي مشكله او حتى باي فتره من حياتهم الزوجيه دغري يلاقوا انه نحن لازم نستشير لازم نحل مشاكلنا وطبعا اكيد هي مو كبسه زر كله بده ياخذ وقت لكن ممكن لما نبلش صح بتكون الجلسات بتكون طبعا اقل بكثير اما لما نكون خابصين الدنيا فاكيد بدها علاج وبدها فتره علاجيه اكيد بالختام بدنا نشكرك استاذه رهف على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها ونتمنى نكون يا رب قدرنا نساعد الناس شكرا لك شكرا كثير لكم